أذاب وصل جثمان الفقيد المشاهد عمار بن عودة في حدود الساعة 7:10 إلى مطار رابح بطاط الدولي بولاية عنابة. إن كان حاضرا في استقبال جثمانه قائد الناحية العسكرية الخامسة وكبار ضباط الجيش بالناحية العسكرية الخامسة، وكذا السلطات الولائية والمحلية والأسرة الثورية والمواطنين في جو من الحزن والأسى والتحسر على فقدان أحد أعضاء 22 من مفجري الثورة التحريرية. عبد الناصر جلال وهشام قاسمي رصد التالي. هذا وقد كانت كاميرا نهار حاضرة وتابعت نقل جثمان المرحوم العقيد عمار بن عودة إلى بيته العائلي بحي القمم وسط كوكب جنائزي مهيب. جاء بطريق المطار ووسط ساحة الثورة ومنه إلى بيته، إن كان جمع غفير من رفقاء السلاح وكذا إطارات الدولة ووزراء سابقين لإلقاء النظرة الأخيرة عليه. عبد الناصر جلال وهشام قاسمي ثانية. الله أكبر. Я не знаю, что я не знаю.